السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ في امان الله، نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم خرجت باش نمشي نتقضى، ما بقى لي والو في الثلاجه وخرجت. هانتوما كتشوفوا دابا كنتسنى الطوبيس اللي غيديني الكاريفور. وش نقول لكم، الدنيا ماشي، الطوموبيلات زعما كاينين، كلشي كاين، الناس سيدوزو، اللي كيخرج يتقضى كيتقضى الحمد لله. هانتوما كتشوفوا ماشي زعما واقفه الدنيا، ما كاينش هذا، كاينين اللي كيمشيو وفي يد الله. حنا نتمناو من الله يهز ربي علينا هذا الوباء يا ربي في اقرب وقت، وفي هذا الشهر المبارك اللي يدخل، باش نتفاجاونا ونصليو صلاتنا في المساجد كما كاين الرجال اللي يصليو في المساجد. ولا اله الا الله محمد رسول الله. اختي شنو نقول لكم، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هادشي اللي كاين. نواني معاكم ان شاء الله، نمشي ان شاء الله للكاريفور ونعاوتاني نشوف لقديت نصور لكم شما شي حاجه، ونشوف الدنيا كي دايره الاجواء تمايا ونصور لكم ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله. كما كتشوفوا ماشيين الحمد لله، كاين الطوبيس، كاين كلشي، كاين الطاكسي، نتلقاو بعدا باش الناس يتفاجاو ويمشيو وفي يد الله. هذا ما يقول الواحد الحمد لله والشكر لله. الدنيا ماشي غادي توقف، صوب الله صوب الله يا ربي. ما كاينش ديك الناس، ديك الموفمون ما كاينش ديال الناس، كاين ما كاينش ديك الناس اللي كانوا بزاف ما كاينش. الحمد لله والشكر لله، اللي خدام خدام واللي واقف واقف، والقهاوي ما كاين حتى قهاوي، ما كاين حتى شي حاجه. صوب اللي فيها الخير ويزينا ربي هاد الوباء يا ربي، ربي يجينا ويجي عائلتنا ويجي جميع المسلمين وأمة سيدنا محمد في هاد العواشر. نتمنى من الله، نتمنى من سيدة ربي قبل من رمضان يكون هادشي تهز علينا يا أرحم الراحمين يا ربي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. هانتوما كيما كتشوفوا واحد الشجرة طاحت، شوفي قداش كلها طاحت، ما عرفتش علاش، واش كيزولوها ولا ما نعرفت. هانتوما كتبان لكم على الطوبيس حيت ماشي. قلت لكم هاني دابا وصلت للكاريفور، غادي نتقدى كما قلت لكم. انا ماشيه وانا كنرش في سميتو، هذه راهي قريعه معمراها بالخل والماء، وكنرش. واش غادي نديرو، نرش بعدا هاني باش نقبط يديا. والله يدير شي تاويل الخير، والله يشوف فينا ونشوف منا هاني ما نديرو. الحمد لله والشكر لله. هانتوما كي تتشوفو الدنيا تبارك الله عامرة بمسائل هادشي. المهم إلا قطعت الصوت راه هانتوما إن شاء الله دابا راني معاكم، وإلا قطعت الصوت غادي عفوا الموسيقى كاينه. هانتوما شوفوا هذا الثمن ديالو 72، فيه 200 غرام.
يعني تقضيت وكلشي درت الحمد لله. ودابا غادي نمشي لحالاتي ضروري تنقل الطاكسي وغادي نمشي. ايوا شنو نقول لكم، ما تنساونيش من لايكات ومن الاشتراك ومن دخل جديد ما ينسانيش حتى هو، مرحبا بكم كاملين. وشنو نقول لكم، الله يفد علينا هاد البلايا ارحم الراحمين، وخليتكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، ونتمنى لكم هاد الفيديو باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.